لقد حصلت هذه المرأة على بطولة العالم في رفع الأثقال، حيث رفعت 300 كيلوغرام مرة واحدة. إنها الكورية تشانغ ميران. فلنعد بالوقت لشهرين قبل البطولة. رافعات الأثقال يتأملن. المفهوم يبدو غريباً بعض الشيء. تجلس تشانغ ميران بينهن. كان هذا الأساس الذي بنيت عليه قدرتها لتصبح بطلة العالم، وهو يدعى التدريب بالتخيل. عندما أغلقت عينيها تصورت مشهد مباراتها في البطولة، ابتداءً بعدد الخطوات التي ستخطوها إلى المنصة وكيفية حملها للأوزان وتثبيتها في الأعلى، وانتهاء بتصفيق الناس لها عند نزولها عن المنصة. تخيلت تشانغ المشهد في عقلها بكل تفاصيله وكأنه فيلم، إلى أن أصبحت تخيلاتها حقيقة واقعة. أرسم لنفسي السيناريو قبل المسابقة، ابتداء بكيف سأنام ليلة المسابقة، وماذا سأفعل في الصباح عندما أستيقظ، وماذا سأتناول على الفطور، وكيف سيكون أدائي في كل جولة، وكيف أستعد للمسابقة. في عقلك؟ نعم، أرسمه بدقة في ذهني. يقال أحياناً إذا رغبنا بشيء بشدة فقد تحصل معجزة. هذه قصة امرأة كان حملها وهمياً. تنشأ مثل هذه الحالة بسبب الرغبة القوية في الأمومة، حيث يبدأ الجسم سلسلة من التغيرات المماثلة لتلك التغيرات التي تحدث في حالات الحمل الحقيقي. بدأت بطني تكبر، وكان هناك ألم في الثدي تماما كما لو كنت حاملا، ومن ثم أصبح ثدي أكبر حجما، وكنت أشعر بالغثيان والحمى، كانت كأعراض الزكام، ولكنني لم أخذ أي دواء لاعتقادي بأنني حامل. حدث ذلك 3 أو 4 مرات. شعرت بالغثيان مرة خلال عودتي من المستشفى، واضطررت للخروج وركوب الحافلة 3 مرات، ولكن كان ذلك وهما، ولم تكن هناك أي مشكلة في معدتي. بكيت كثيرا في ذلك الوقت. لقد جربت ذلك بنفسي. أردت الحمل بشدة، وهذا ما جعلني أشعر بأعراض الحمل. من ناحية أخرى، هناك حالات حمل تجهل السيدة فيها تماماً بأنها حامل وأن هناك طفلاً ينمو في رحمها. عندما حضرت إلى المستشفى لأول مرة جاءت لإجراء فحص السرطان، حيث كانت بطنها متيبسة، لهذا قررنا إجراء الفحص. وعندما خضعت لفحص الأمواج فوق الصوتية دهشنا لوجود طفل في رحمها، وكان جاهزاً تقريباً للولادة.
لم تكن لم تعرف أنها حامل إلا قبل 3 أيام من بدء المخاض. أنجبت ابنتها هاي كي يونغ. قولي مرحبا. السؤال الذي يحيرني، كيف لم تشعري بحملك؟ لم تكن لدي فكرة. ألم تصبح بطنك كبيرة؟ لم تكبر أكثر مما هي عليه الآن. لم يظهر أي فرق؟ كانت بطني أكبر قليلا. لم تلاحظي فرقا؟ لم ألاحظ. لم تفكري حتى بنسبة 1% بأنك حامل؟ كلا، لم يخطر ببالي أنني قد أكون حاملا. الوزن الزائد يجعل الأمر أسوأ. أنت كامرأة، هل ذلك ممكن؟ إذا لم تفكر المرأة فيه. نعم، إذا كانت لا تعتقد بأن هناك حملا، وإذا كانت كبيرة في السن، إنه أمر ممكن. طبعا، أجسامنا منظمة جدا، يؤدي كل عضو من الأعضاء عمله الخاص على أتم وجه، لكن الدماغ مختلف. لا يعمل الدماغ بشكل منهجي، لذلك في بعض الأحيان لا يؤدي وظائف معينة. سنتناول مناطق الدماغ المسؤولة عن ردود الأفعال الحركية والحسية. القشرة الحسية مسؤولة عن الإحساس في الجسم، والقشرة الحركية مسؤولة عن ردود الأفعال الحركية. يعمل الدماغ وفق نظام غير ثابت، وللوهم دور في ذلك. فقد بوك بونغ سو ذراعه اليسرى في حادث سير، غير أن شيئاً غريباً حدث بعد ذلك. بدأت أشعر بشيء غريب جداً، لقد شعرت بوخز في ذراعي المفقودة. قد يظن البعض بأنه من غير الممكن أن تشعر بألم في الجزء المفقود من جسمك. ولكنك تشعر به وبقوة كبيرة، بحيث لا تستطيع تحمله. لقد دفعني الألم في ذراعي إلى الجنون من شدته. ويشاطر كيم هاينغ يون بوك بونغ سو هذا الشعور، والذي فقد ساقه عام 2004 حين أنقذ طفلا كان على سكة الحديد. في البداية خدعت لعدة مرات. أحياناً أشعر بحكة في قدمي، فأحك المكان الذي أشعر فيه بالحكة ولا أجد شيئاً. يحدث هذا عندما لا أرتدي ساق الصناعية، لا يوجد شيء هناك، ولكن أحياناً أشعر بحكة أو برجفة خفيفة. ألم الأطراف الصناعية هو تجربة الألم في المنطقة التي اعتاد الجسم أن يكون فيها طرف. يقول الباحث العالمي الشهير راما تشاندران إن جميع هذه الأفعال من عمل الدماغ. أحد الأمور التي اكتشفناها أنه إذا ما بترت الذراع ولمس المريض وجهه من نفس جهة الذراع المبتورة، يقول المريض إنك تلمس أصابعه، الأصابع الوهمية. في بعض الأحيان يندهش المريض نتيجة لهذا الشعور، وإذا لمست مناطق مختلفة من وجهك فإنه سيشعر بأصابعه الوهمية بناء على رواية المريض. الآن لم يحدث هذا. حسناً، لقد تبين وجود خريطة كاملة لشكل الجسم، بما في ذلك اليد والوجه، شكل الجسم كاملاً على الجانب المقابل للدماغ. اكتشف مركز ويلدر بينفيلد الكندي لجراحة الأعصاب أن أحجام الأعضاء التي تسجل في قشرة الدماغ والمسؤولة عن حركات معينة تختلف عن الحجم الفعلي للأعضاء. هذه هي خريطة بينفيلد للدماغ. وهذه هي المنطقة المسؤولة عن الحواس. لا يشغل الوجه واليدين مساحة كبيرة فقط، وإنما تتميز بقربها من بعضها لدرجة تصل إلى أنه في حال غياب اليد فإن الوجه يأخذ مكانها.
الأعضاء التي تقع قرب بعضها تؤثر في نهاية المطاف على بعضها البعض. وفقاً لتحليل أطباء الأعصاب، فإن أعضاء الجسم التي تقوم بحركات متناسقة تشغل عدداً أكبر من خلايا المخ. باستخدام هذا الجهاز يمكننا اكتشاف مدى ترابط الدماغ مع باقي أعضاء الجسم عندما يتم تنبيه مناطق معينة من المخ في مجال مغناطيسي. تتأثر أعضاء الجسم المتصلة بهذه المناطق. هذه هي المنطقة المتصلة بالإبهام. باستخدام سوء التقدير في المخ، وجد البروفيسور راماتشاندران حلاً لمرضى الأطراف الوهمية. يبدو أن اليد اليسرى عادت. عندما أحركها وبينما ينظر المريض في المرأة، يبدو الأمر كما لو أن يديه تتحركان. يحدث لدى العديد من هؤلاء المرضى تقلصات عضلية في أطرافهم الوهمية، لذلك أطلب منهم عمل ذلك، فتح اليد اليمنى بهذا الشكل، فسيبدو فتح اليد الوهمية شبيها بفتح اليد الطبيعية. بالنسبة لبعض المرضى يخفف هذا من آلام تشنج الإبهام. التغذية الراجعة المرئية ترجع للمناطق الحسية في الدماغ، والتي بدورها تسبب فتح اليد الوهمية ما يخفف الألم. ولكن إذا ما حاول المريض فتح يده الوهمية بنفسه فلن يجدي هذا نفعا، سيبدأ بالتعرق ولن يستطيع فتحها. هل يمكن أن يكون هذا حلا فعالا؟ سيختبر بوك بونغ سو مرآة البروفيسور راماتشاندران. يبدو كما لو أن هناك ذراعا أخرى. هذه الذراع اليسرى؟ يجب أن تكون هنا، لكنها ليست كذلك. زوجة بوك تشعر بالحزن لفكرة الوهم بأن ذراع زوجها عادت. على الرغم من أنها ليست سوى صورة في المرآة، إلا أن عواطف كيم غمرت وجهه وهو ينظر إلى ساقيه الاثنتين. أنا أدرك وجود هذه الساق الآن، ولكن لو لم أكن أدرك ذلك لكانت ستبدو وكأنها ساقي اليمنى، وتلك اليسرى تبدو كأنها ساقي. تبدو وكأنها ساقك. نعم، أنا أشعر بها أيضا. حقا؟ نعم. في النهاية يثبت هذا أنه يمكن الإحساس بألم الأطراف الوهمية عن طريق الدماغ. من الواضح الآن أن الشعور بالألم في الذراع المفقودة مثلاً هو وظيفة نقطة التشابك العصبي في الدماغ. إذا كان الأمر كذلك، فهل يؤدي تبديل نقاط التشابك العصبي إلى تغيير الطريقة التي نفكر بها؟ تتغير أفكارنا وفقاً لطريقة اتصال نقاط التشابك العصبي لدينا. أطلق العلماء على هذا النوع من التغيير اسم المرونة في نقاط التشابك العصبي. تتغير الإشارات الكهربائية الصادرة من الدماغ وفقاً للأفكار الصادرة من هناك. بعبارة أخرى، عندما تتغير أفكارنا تتأثر موجات الدماغ لدينا. قررنا إجراء تجربة مثيرة للاهتمام لاكتشاف مدى تأثير أفكار الناس على أجسامهم. صنعنا عينة لنوع من الحليب المطور ونشرنا إعلاناً على شبكة الإنترنت. من بين هؤلاء تم إعطاء 2 تعليمات مسبقة للتجربة.
يحتوي هذا الحليب على مواد جديدة لم تستخدم في أي نوع آخر من قبل. يحتوي هذا الحليب على المكونات التي نستخدمها نحن فقط مثل الكولاجين، وهذا هو السبب الذي سيجعل بعضكن يشعرن باختلاف الطعم. طلب من المشاركات تعبئة استبيان، ثم طلب منهن فحص كل من طعم ورائحة الحليب. طعمه ليس قويا جدا، لذا يمكن تناوله باستمرار. كلما شربت منه أكثر شعرت بطعمه اللذيذ والطازج جدا. إنه خفيف جدا، يبدو أكثر سيولة. أهو خفيف؟ نعم. ماذا بك؟ هل تشعرين بشيء؟ لا أشعر بأن وضعي جيد. ماذا تقصدين؟ أنا أشعر بأن لدي عسرا في الهضم. حالما بدأت مشاركة تم إعطاؤها تعليمات مسبقة بإظهار ردود فعل سلبية، بدأت الأخريات بالشعور بعدم الارتياح. تغيرت إجاباتهن عندما سئلنا مرة أخرى عن طعم الحليب. ربما أشعر بالثقل لأنني شربته دون أن أتناول شيئا قبله. أشعرك بالثقل؟ ماذا تقصدين؟ يبدو أن لدي عسرا في الهضم. الطعم مثير للريبة قليلا. بدأ فريق التجربة الثانية مدعيا أنه يعرض نوعا آخر من الحليب. كان الحليب طازجا ونفس الحليب الذي استخدم في التجربة السابقة. مذاقه كالحليب المعبأ الذي قاربت مدة صلاحيته على الانتهاء. في هذه اللحظة أخرجت مشاركة الحليب الذي شربت وأصيبت بتوتر شديد. تصرفت كذلك بناء على تعليمات مسبقة أعطاها لها فريق التجربة. راقبوا ردود أفعال المشاركات الأخريات. لا أعرف، ربما يكون السبب أن الكوب لم يغسل جيدا، وأنا لا أحبذ تذوق الحليب عادة، لكن طعمه غريب قليلا. مذاقه لاذع، لم يكن شربه ممتعا. في النهاية أسرعت اثنتان من المشاركات إلى الحمام. في اليوم التالي عانت إحدى المشاركات من آثار جانبية سيئة. أعاني من الحكة في كل مكان ووخز شديد، كما أصابتني حمى شديدة الليلة الماضية. كنت أحك بشدة وقد خدشت نفسي، وبعدها ظهر احمرار وتورم. عادة لا يحدث التورم بهذا القدر. عادة ما يظهر الطفح الجلدي في المناطق المكشوفة من الجلد. إنه نوع من التسمم الغذائي، لذلك عندما لا يلائم الحليب جسمك تصابين بالإسهال بادئ الأمر، ومن ثم بالطفح الجلدي. لقد أثرت أفكارها السلبية على جسدها. تجاوز الأمر حدود الضيق النفسي إلى الأثر المادي فتسبب بطفح جلدي.
بعد فترة قصيرة تم إيضاح الغرض من التجربة، والتقينا ثانية مع لي جو يون. عرفت الآن أننا استخدمنا الوسائل النفسية. كان ذلك تمثيلا؟ نعم. حقا؟ نعم. نلاحظ أن التأثير السلبي للأفكار واضح في العديد من المجالات في الحياة. عام 1985 خضعت لي لعملية زراعة السيليكون في الثدي. منذ عام 94 بدأ أحد ثدييها يصغر، وبدأ السيليكون بالانكماش فآلمها صدرها. بعد 3 سنوات امتد الألم إلى رجليها. تم تسجيل حدوث تعفن في الجلد وحتى التهاب في المفاصل. نحتاج مزيدا من الفحص، لكن هناك احتمال الإصابة بالسرطان. بعد صدور الحكم كان هناك توجه لإزالة السيليكون. حتى قبل صدور الحكم أزالته المريضات اللواتي يعانين من مشاكل مع السيليكون، وهذا ما حدث بعد صدور الحكم، حيث ازداد معدل عمليات إزالة السيليكون بشكل كبير، ليس نتيجة للمشاكل التي تعاني منها المريضات، وإنما نتيجة لصدور الحكم، حيث قلق الناس من الحكم، وباتت فكرة الأمراض الناتجة عن السيليكون تشكل خوفاً بالنسبة للجميع. بما شعرت عندما سمعت بموضوع السيليكون، خاصة وأنك خضعت لعملية سيليكون؟ شعرت بالقلق، لكن لم يكن لدي أحد أتحدث إليه في الموضوع، وقد هاجرني النوم، فذهبت إلى طبيب نفسي وأعطاني حبوباً منومة. كان ذلك نتيجة للتقرير الإخباري؟ نعم، لقد شعرت بالرعب. كان ذلك أحد الأسباب التي دفعتك لإجراء عملية الإزالة؟ نعم، كانت هناك مادة خطرة داخل جسدي. هذه الأفكار سيطرت علي، أصبح مزاجي متعكراً، وأصبحت سريعة الغضب مع أطفالي، ولم أكن قادرة على العمل. أثر ذلك سلباً على حياتي المهنية والشخصية. جاء الحكم متأخراً، هناك صلة بين حشوات السيليكون والروماتيزم. في ذلك الوقت منع استخدام السيليكون في الولايات المتحدة وكوريا والفلبين، أما في أوروبا فما زال يستخدم حتى اليوم. هل هذا هو؟ نعم. حديثا أقرت الجمعية الأمريكية للروماتيزم بأنه لا توجد صلة بين الروماتيزم والسيليكون، وقريبا سيسمح باستخدام السيليكون. مضحك، أليس كذلك؟ قررنا إجراء تجربات أخرى تتعلق بالأفكار. فكر في طرف سبابتك، ركز على طرف السبابة، ركز على هذا الجزء فقط، ثم أغلق عينيك. ستبدأ التجربة الآن. سيلمس شخص طرف سبابتك، فكيف ستشعر؟ فقط الطرف؟ ركز على الطرف فقط. تعرف هذا الشعور، أليس كذلك؟ شعور المرء بأن أحدا يلمسه. الآن أغمض عينيك، حافظ على التركيز. دعونا نبدأ. في البداية تم إبلاغ المشترك بأن شخصاً ما سيلمس سبابته قريباً، وترك ينتظر. هذا من شأنه أن يوجه كل أفكاره باتجاه سبابته. تركيز التفكير على جزء معين من الجسم دون غيره أدى إلى استجابة الدماغ كما لو تم لمس ذلك الجزء فعلاً. من خلال التفكير والتخيل وحدهما تنشط منطقة الدماغ المرتبطة بالمنطقة التي يفكر بها الإنسان. لقد أبقيت تركيزي منصباً على إصبعي، لذلك وبعد فترة من الزمن بدأت أشعر بوخز في إصبعي يشبه إلى حد ما الصدمات الكهربائية الخفيفة. أثبتت النتائج إمكانية تنبيه الدماغ دون اتصال فعلي. تعني بالتخيل وحده؟ نعم، من خلال التخيل وحده. تجري هنا دراسة حول العلاقة بين التفكير والجسد.
بدعم من الجمعية الأمريكية للرعاية الصحية، تبحث هذه الدراسة إمكانية تقوية العضلات من خلال التفكير. اسحب هذا السطر إلى السطر العلوي، احتفظ به هناك لمدة 5 ثوان ثم استرح. إذن سوف يتحرك هذا السطر للأعلى. يعتقد بأنه سيتحرك لأعلى لكنه لا يتحرك على الشاشة، هذا يحدث في ذهنه فقط. إنه يتخيل أن السطر يصعد لمدة 5 ثوان ثم يستريح مدة 5 ثوان، وتتكرر هذه العملية 50 مرة. النتائج كانت مذهلة بعد مرور 3 أشهر. ازدادت قوة العضلات لدى كبار السن والصغار، وكان التأثير أكبر على عضلات الأشخاص الذين لا يستخدمونها بشكل دائم. بدلا من التمرين الفعلي يفكرون في ممارسة هذا التمرين. علينا قياس التغيير الذي يحدث نتيجة للتدريب. بعد 3 أشهر من التدريب نجد أن قوتهم في لعبة ثني الكوع زادت بنسبة 15% عن ذي قبل. هناك طريقتان لتقوية عضلاتنا. الطريقة الأولى من خلال ممارسة الرياضة البدنية. الطريقة الثانية من خلال تدريب العقل على استخدام التخيل. حاول البروفيسور جوانغ هايو وفريقه تقوية عضلات الجسم عن طريق تنشيط القشرة الحركية المناسبة. قد يرسل هذا الجزء من الدماغ إشارة أقوى إلى القشرة الحركية أو بعض مناطق موجودة في مستويات أدنى في الدماغ. في نهاية المطاف ترسل هذه المنطقة إشارة أخرى إلى العضلات وتزداد قوتها. نعم، بعد الدورة الثالثة تقريبا شعرت بقوة أكبر في ذراعي اليسرى التي كنت أستخدمها خلال التجربة. ينبغي أن يكون هذا كافيا لإقناع أي شخص بقوة العقل. دعونا نكتشف كيف يستخدم الدكتور جوانغ الخيال لتقوية العضلات. لما لا نحاول؟ إذا كنت مهتما بكيفية عمل ذلك فيمكنك أن تتخيله. إذا كنت ترغب في زيادة قوة ثناء الكوع لديك فالطريقة هي وضع ذراعيك تحت الطاولة ومحاولة التفكير بأنك ترفع الطاولة بذراعيك بقوة. لا تفعل ذلك فعليا، فقط فكر بأن ذراعيك ترفعها بقوة. اطلب من ذراعيك أن ترتفعا. ارفع الطاولة عاليا بعيدا عن الأرض. أو يمكنك أن تفكر بأن ذراعيك تحركان جسما ثقيلا، وحاول تحريك هذا الجسم بعيدا. هذا هو الإجراء الفعلي الذي يمكنك محاولته. لإنجاز أي مهمة عليك أداؤها بعقلك فقط، حيث يمكنك التدرب عليها في عقلك، وعندما يحين الوقت الفعلي تصبح بسيطة، حيث يكون عقلك قد تدرب على إنجازها مسبقا. إنه يحدث تغييرا كبيرا أثناء التدريب. عندما أتخيل أنني في المباراة الفعلية بهذه الطريقة، وإذا ما فاجأني أي شيء سوف أستطيع الرد فورا بحركة مضادة. قبل نهاية المباراة ب9 ثوان هزم منافسه الروسي. فاز لي وين هي بطل الجودو الكوري وحاز على الميدالية الذهبية الأولى في دورة الألعاب الأولمبية في أثينا. إنه يعرف أكثر من غيره كيفية استخدام قوة تخيله. حالما يتم الإعلان عن برنامج المباريات يبدأ مسابقة وهمية مع خصمه يتخيلها فقط في رأسه. يبدأ بتخيل كل موقع بدقة ويتحرك كما لو كانت مباراة حقيقية.
أتخيل خصما معينا، ثم أبدأ المباراة في مخيلتي. أتخيل نقاط قوته وما هي المهارات التي يستخدمها، وأفعل بعد ذلك حركة مضادة. أواصل التدريب عن طريق الصورة باستخدام مخيلتي. بعقلك. ما يميز التدريب عن طريق التخيل أنه غير مرهق جسديا ولا حدود له. هناك حالة مشهورة تمثل التدريب عن طريق التخيل في اليابان، إنها قصة أساري جونكو التي فازت بمسابقة الماراثون في بطولة العالم لألعاب القوى عام 1993. قبل 7 أشهر تخيلت مسار الجري في رأسي. ذهبت إلى ألمانيا قبل السباق وتفحصت مسار الماراثون، مما عزز الصورة في ذهني. تخيلت السباق ورسمت صورة في ذهني، وعندما حان وقت السباق جريت وفقا لتلك الصورة. كنت متأكدا من أنها ستصبح بطلة العالم بفضل مواظبتها على التدريب الصوري، وأعتقد أن 70-80% من نجاحها يعود إلى التدريب الصوري عن طريق التخيل. في حالات الهدوء الذهني كانت أساري ترسم صورا تفصيلية في عقلها. تخيلت المسار الفعلي للسباق وكيف ستكون في المركز الثاني بعد قطع 32 كيلومترا، وكيف ستفوز بالسباق. عند تلك النقطة بالضبط أمسكت أساري بزمام المبادرة في السباق الفعلي. لقد تخيلت الميدالية الذهبية حول عنقي وعلم اليابان يرفرف في الأعلى. في ألمانيا أبلغونا بأن الفائز سوف يحصل على سيارة مرسيدس بنز. لقد تخيلت هذا أيضا. يكمن جوهر التدريب في التصور في الدماغ. لا يمكن لأدمغتنا التفريق بين التجربة الفعلية والتخيل. من خلال الاستفادة من هذا الضعف يمكننا الحصول على نتائج مذهلة. من خلال التأثير النفسي على المعتقدات والتوقعات، فإن الحبوب المسكنة تفيد في العلاج. هذا ما يعرف باسم التأثير الوهمي، لكن ما هو مدى فعاليته؟ فيتامين سي مسكن للألم. بالتعاون مع أحد المستشفيات قررنا إجراء اختبار بسيط على مرضى العظام لدراسة تأثير الدواء المسكن. إنه لا يسبب الإدمان، وهو معروف بأنه دواء فعال جدا للآلام المزمنة. وأعتقد أنه عندما تنامين أو عندما تستيقظين سوف يكون الألم أقل بك. تم حقن 6 مرضى بفيتامين سي بدلا من المسكنات في اليوم التالي. هل كان هناك أي تغيير في الإحساس بالألم؟ في البداية لم أشعر بأي شيء يذكر، ولكن بينما كنت نازلة في المصعد شعرت بأن رتفي ثقيل جدا. بعد حوالي 30 دقيقة بدأ بالارتخاء. بعد ذلك شعرت بأن جسمي أخف بكثير. هل كان الألم أقل هذا الصباح؟ نعم أعتقد ذلك. في السابق كانت تؤلمني كثيرا، والآن لا تؤلم وتبدو أقل تقرحا. كانت نتيجة استخدام فيتامين سي مع 2 من النساء 6 أفضل من استخدام المسكنات، ولم يكن هناك أي تأثير على المتبقيات.
في مهنة الطب تمت الاستفادة من تأثير الدواء المسكن لسنوات عدة. قبل 50 عاما فقط استخدمت العديد من الأدوية المسكنة والتي لا تحتوي على أي عناصر طبية. إنه ما نسميه التوقع، وهذا هو ما يتوقع الناس حدوثه من العلاج، ويحدث في كثير من الأحيان. بطريقة أو بأخرى نتوقع ما سيحدث لنا، ويرتبط ذلك بما يحصل فعليا لنا. لا ينجح الأمر لأنهم يستخدمون الدواء، بل لأنهم يؤمنون بفوائد الدواء. هذا يحدث مع الكثير من المستحضرات الصيدلانية والكثير من أشكال الجراحة والكثير من أشكال العلاقات. يحدث هذا بسبب الاعتقاد والتوقع. الأطباء أفضل مسكن للآلام. بالنسبة للمسكنات، الأطباء هم الأكثر تأثيراً، حيث يشعر المريض بالتحسن فور زيارته للطبيب. يصور فيلم باتش آدمز نموذجاً للطبيب الطيب. التقينا مع الطبيب الحقيقي الذي يتحدث عنه الفيلم. التقانا وهو يضع أنف المهرج. لقد قابلنا الرجل الذي يضع عمله كطبيب جانباً ويصبح مهرجاً لأجل مرضى. ما الذي يعنيه لك المريض؟ إنه صديقي. فكرتي عن المريض هو أنه شخص بحاجة إلى علاقة صداقة حميمة معي طوال حياتي، ومع مرور الوقت نكبر جنبا إلى جنب ونحن نرى أطفالنا يولدون. نعيش الحياة بكل ما فيها من نجاحات وإخفاقات، فإذا حدث شيء لك وكنت على وشك الموت، أو كنت تشعر بألم لا يستطيع الطبيب تخفيفه عنك، أو تعاني من مرض عضال، فإن علاقة الصداقة التي بنيت مع المريض تكون الدواء. لذلك فإنك ستقول لمريض قابلته منذ 30 عاما: أنا آسف، أنت مصاب بالسرطان، أعدك بأن أبقى معك. وهكذا تقترب منه. تمنحك هذه العلاقة فرصة لأن تملك ما هو بالنسبة لي أعظم ما يمكن للحياة العملية أن تقدمه لك على الإطلاق، ألا وهو الصداقة. على الطبيب أن يفعل أفضل ما لديه للجميع، وخصوصا الأصدقاء. تعتمد خاصية الطبيب كمسكن للألم على إيمان المريض وتوقعاته. يمكن للطبيب الجيد أن يكون نموذجا رائعا في تخفيف آلام المرضى من خلال زراعة الأمل في قلوبهم. البروفيسور جيروم جروبمان هو الطبيب الذي أشرف على حالة الملك الراحل الحسين ملك الأردن الذي قضى بمرض السرطان. إنه الخبير المشهور عالميا في مجال البحث عن الأمل. أثناء بحثه في عملية العلاج اكتشف البروفيسور مدى أهمية دور الأمل. أدركت من خلال حديثي مع مرضاي وبناء على تجربتي الخاصة عندما كنت مريضا بأن الأمل أساسي في عملية العلاج، كما أنه جزء مركزي لتجربة الإنسان. كأي عاطفة لها أساس في العقل، سواء أكانت عاطفة غضب أم حب أم خوف، فإن لها أساسا كيميائيا ولها أهميتها للعقل والجسد. فلماذا نحرم أنفسنا من الأمل؟ جروبمان عانى لمدة 19 عاما بسبب جراحة غير صحيحة في الظهر، وأجرى بحوثا حول قوة وآلية عمل الأمل، حيث اشتملت اكتشافاته على الآثار البيولوجية للأمل. P
الناس الذين يعتقدون ويتوقعون بناء على الأمل فسوف يقودهم ذلك إلى تحقيق هذه الآمال والنجاح وإلى تحرير هذه المواد الكيميائية في أدمغتهم. إنها تمنحهم شعورا جيدا، وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من الألم باستمرار بسبب السرطان أو الإيدز أو بعض الأمراض الأخرى، فإنها تقلل من درجة الألم لديهم. الإيمان والتوقع وهما عاملان أساسيان للشعور بالأمل، يتسببان في إفراز الدماغ للإندورفين والإنسفالين، ولهما نفس تأثير الأدوية المسكنة المصنعة من المورفين. أحياناً يؤثران وبشكل مهم حتى على أبسط الوظائف الجسدية كالتنفس ورد الفعل الحركي. تملك أجسامنا نظاماً غير عادي يمكنه أن يحمينا من العوامل الخارجية الضارة. عندما تدخل البكتيريا إلى أجسامنا تتعرض للهجوم من قبل أحد أنواع خلايا الدم البيضاء ويدعى نيوتروفيلز. عندما تتوقف قدرة هذه الخلايا على الهجوم فإنها تنفجر، وهذا ما نسميه عادة القيحة أو الصدي. وعندما تضعف خلايا الدم البيضاء تبتلع الخلايا البلعومية البكتيريا. عندما تبتلع الخلايا البلعومية البكتيريا يتم إفراز جزء كبير منها، وهنا تستطيع الخلايا التائية تمييز ما إذا كانت هذه الكائنات جرثومية أم لا. إذا كانت هذه الكائنات جرثومية مسببة للمرض يتم إفراز مادة تدعى إنترلوكين، حيث تستقبل الخلايا البائية هذا الأمر وتنتج الأجسام المضادة التي تقضي على البكتيريا. نقص المناعة من الأمور التي تضعف تلك الآلية، ويمكن لهذا أن يتغير وفقاً لتغيير أفكارنا. ليس هناك شيء مطلق في الطب. لا يوجد في الطب شيء ثابت. لا يوجد في الطب شيء أكيد. حتى أسوأ أنواع السرطان يتقلص في بعض الأحيان، وكما ذكرت في كتابي فأحيانا لا يقرأ الورم التعليمات، لذلك عليك أن تتفاءل نتيجة لوجود هذا التنوع البيولوجي. حتى لو كان هناك احتمال 1 من 20 أو 1 من 50، سنفعل كل ما بوسعنا لنجعلك ذلك الشخص. هذا هو الأمل الحقيقي. بالنسبة لباندورا التي فقدت كل شيء، كان الأمل الشيء الوحيد الذي بقي في صندوقها. من هي باندورا؟ وما هي قصتها؟ وفقاً للأسطورة وبدافع الفضول، استسلمت باندورا لإغواء عمل شيء كان زيوس قد منعها من عمله عندما أهداها صندوقاً، ففتحته باندورا. كان الصندوق يحتوي على مختلف أنواع البركات واللعنات الإنسانية، ولكن بمجرد أن فتحت تناثرت اللعنات في أرجاء الأرض واختفت البركات. جلست محبطة يائسة، ولكن بقي لها شيء واحد في الصندوق. إنه الأمل.
الأمل هو الهدية الأخيرة المتبقية للبشرية. في النهاية يبقى الأمل فقط. في عام 1997 تم تشخيص حالة هان مان تشونغ المدير السابق لمستشفى جامعة سول الوطنية. كان مصابا بالمرحلة الرابعة من سرطان الكبد. بدأ السرطان في الكبد وامتد إلى الرئتين. لم يبدو أي أمل في الشفاء. بالرغم من ذلك فإن الكبد والرئتين خالية تماما من السرطان الآن. يقول إن الإيجابية والأمل هما أهم الأسلحة التي استخدمها في معركته مع السرطان. قالوا لي إن نسبة بقائي حيا كانت أقل من 5%. حاول الطبيب أن يجعلني أحس بشعور أفضل، حيث ادعى بأن هناك فرصة بنسبة 15%، لكن عرفت أنه يبالغ. في كتابي ذكرت أن النسبة كانت أقل من 5%، ولكن في الحقيقة كان احتمال البقاء على قيد الحياة ضئيلا. غيرت الأسلوب وخطرت لي فكرة: من هم الذين تكون نسبة بقائهم 5%؟ ومن تكون نسبة بقائهم 95%؟ لا بد أن أحدهم يبقى حيا، وهذا يعني أنه يمكن أن أكون واحدا من مجموعة نسبة 5%. البروفيسور لي هيداي يدخل غرفة العمليات. إنه مريض بالسرطان، وهو أيضا مدير عيادة السرطان وأحد خبراء جراحة سرطان الثدي. حتى الآن أجرى أكثر من 2000 عملية جراحة. لي الذي حارب السرطان على مدى 20 سنة الماضية اكتشف في عام 2003 أنه مصاب بسرطان المستقيم في مراحله الأخيرة. خضع لعملية جراحية لإزالة الورم، ولكن السرطان استمر في الانتشار ووصل إلى الكبد وعظام الحوض. خضع للمزيد من الجراحات والعلاج وما زال. كيف صحتك الآن؟ جيدة. أما زلت تحارب مرض السرطان؟ لا تزال هناك خلايا سرطانية في داخلي، مع ذلك يمكن أن أعتبر نفسي سليما. يصعب على الناس العاديين التفكير بهذه الطريقة، خصوصا مرضى السرطان. من المفارقات أن هذه هي الطريقة التي يمكنك أن تعيش معه بسلام. وكما تعلمون نموت جميعا في عمر 70 أو 80 أو 90. عندما يأتي الناس في ذلك السن إلى المستشفى للتبرع بالأعضاء وتحتاج الشرطة إلى تقرير تشريح الجثة، نجد عندها الكثير من حالات السرطان. هل كانوا يعانون منه عندما كانوا في عمر 70 و80 و90؟ لقد عاشوا مع مرض السرطان طوال حياتهم، وكانوا في الحقيقة مرضى بالسرطان، ومع ذلك استطاعوا أن يعيشوا حياة سعيدة لأنهم لم يعلموا يوما بمرضهم. هناك قول مأثور: البؤس يحتاج إلى الصحبة. حتى الآن يمارس البروفيسور عمله ويجري العمليات الجراحية وهو مصدر أمل لمرضاه، ويجد لنفسه مصدرا للأمل في شفاء مرضاه. هذه رسالة من البروفيسور إلى جميع المشاهدين. إنني خبير مرض السرطان الذي يعالج مرضى السرطان، ولكن تبدلت الأدوار. لقد أصبت بمرض السرطان، ليس أي سرطان، وإنما سرطان في المرحلة الرابعة، وهي المرحلة النهائية، وقد عانيت منه لمدة 3 سنوات.
وقد خضعت لأربع عمليات، وخضعت للعلاج بالإشعاع 3 مرات، وخضعت لأكثر من 2 جلسات علاج كيميائي. وكانت هناك لحظات شعرت فيها باليأس المطلق، وقدمت استقالتي من العمل لمدة 1 عام تقريبا بعد العملية الأولى، وسمعت شائعات حول موت الوشيك. لكن كانت هناك لحظة اكتشفت فيها الإيمان والأمل، وهذا ما ساعدني على مواصلة النضال حتى اليوم. لا يمكنني أن أنكر بأن السرطان موجود في جسمي، لكن على الرغم من ذلك أنا أحاربه حتى الآن، ويظهر ذلك جليا في الصور أو عدد الخلايا. فإذا كان أحدكم مصابا بالسرطان ويخوض معركة معه، تذكروا أنه يمكنكم التغلب عليه بالصمود. تلمسوا الراحة والأمل في هذه الحقيقة، وعندما تحافظ على العقل الهادئ وتعيش مع الإيمان الإيجابي سوف تكتشف نتائج مذهلة. أرجوكم لا تفقدوا الأمل أبدا. اكتشفت الدكتورة إيلين إدلر أن الناس الذين لديهم أفكار إيجابية عن حالتهم الصحية تكون حالتهم الصحية جيدة جدا. الناس الذين يعتقدون أن صحتهم جيدة يعيشون حياة أطول وينعمون بحياة صحية. وجدنا أن الناس الذين يصنفون حالتهم الصحية بأنها سيئة أكثر عرضة للموت بعد 4 أو 7 سنوات مقارنة بأولئك الذين يعتقدون أن حالتهم الصحية ممتازة. عندما أجرينا مقارنة بين أناس مستوياتهم متماثلة من حيث الصحة الموضوعية أو الصحة الفعلية، أي تصورهم الذاتي لوضعهم الصحي، والذي قالوا إنه ممتاز، جيد، سيء، كانت تلك الحالة هي المؤشر القوي جدا لمعدل الوفيات. الدكتور سايمونتون مشهور بدراسته الخاصة بالعلاقة بين السرطان والعقل، ويعقد لقاءات منتظمة في منزله. هؤلاء يمارسون التأمل بإشراف الدكتور سايمونتون. إنهم أطباء وخبراء في مجالات عدة، بينهم خبراء في مجال الصحة النفسية ومجال الصحة العصبية وأيضا في علم المناعة. المسألة ليست مجرد أن تجلس وتتخيل. أنا بحاجة للشعور بأن هذا الشيء مهم للحفاظ على صحة جيدة، وأن أفعل شيئا مهما لنفسي وأتخيل بأنني أتحسن. عندما أصيبت كارولين بالسرطان للمرة الثالثة غيرت أسلوب حياتها. إنها لا تزال مشغولة، ولكن الأمر مختلف عما كان في الماضي حيث كانت مشغولة بشكل مستمر. خففت أعباء العمل عن كاهلها، وهي تعيش في سلام مع نفسها الآن. ما زالت تتذكر أن تفعل الأشياء التي تجلب لها الفرح والسرور. لقد اكتشفت أنه ليس من الصعب فعل ذلك بمجرد أن تغير طريقة تفكيرك.
إن إحدى أكثر الطرق فعالية لزيادة الطاقة لدينا هي من خلال التركيز على الأشياء التي تجلب لنا الفرح، الأشياء التي لها معنى كبير بالنسبة لنا. وإذا كانت الطاقة لدينا منخفضة جدا، فإننا ببساطة نستخدم عملية إدراك التنفس، والتي طورها البوذيون بطريقة جميلة، مع التركيز على الأشياء التي ندرك أثناءها أننا نتنفس، والتركيز على داخلنا عند الشهيق، والتركيز على الخارج عند الزفير، وأن نأتي بابتسامات صغيرة فقط لأنفسنا من خلال التفكير في الأشياء المنعشة والجميلة في اللحظة الراهنة. أحرص على عمل كل شيء بمتعة وفرح، وأنا أحاول أن أملأ حياتي بالفرح. كنت سعيدة إلى حد ما، لكنني كنت أعمل كثيراً. أنا لم أخذ وقتاً لشم الورود، وهو أمر رائع. تقضي كارولين وزوجها بعض الوقت هنا مرة في الأسبوع، يقضيان وقتا أطول في الضحك. يمكن لكل منا أن يحصل على السعادة الداخلية. في الحلقة القادمة، صحوة العقل اللاواعي. كلنا لدينا أحلام، ويقال إن هذه الأحلام هي تعبير عما في اللاوعي لدينا. هل هذا صحيح؟ في الحلقة القادمة سنستكشف عالم اللاوعي لدينا.